مدرب النادي الاهلي معانا على التليفون يا كابتن سامي. مساء الخير كابتن سامي قمصان معانا على التليفون. يا فندم ازي حضرتك؟ مساء الخير واهلا وسهلا كابتن سامي، والف الف الف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك لحضرتك ومبروك لزملاء النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني والجهاز الاداري والعمال. طبعا حابب ابارك طبعا لكابتن سيد، يعني واقول له طبعا منور قناه النادي الاهلي ومنور بيتك، ومبروك البطوله وان شاء الله مزيد من البطولات. انا اكتر واحد عارف انك تتعب وتخلص اجتهد، فالحمد لله ربنا عوضك خير وان شاء الله هيعوضك اكتر. اكتر حاجه بتميز كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره كابتن سامي من وجهه نظرك؟ افتح يا سامي، انت قدامك الميكروفون للصبح يعني مفيش مشكله. اولا يعني كابتن سيد طبعا من الناس يعني على مستوى اداري عالي جدا، حاضر جدا، مركز في كل تفاصيله من شغله، ما بيسيبش حاجه للصدفه. طبعا يعني بيلم اللعيبه بطريقه بشكل كويس جدا، بيقدر يبعد ضغوط عن اللعيبه، يبعد ضغوط عن الجهاز، الجهاز الفني. فاعتقد طبعا من الناس اللي بتأدي دورها على اعلى مستوى، غير بقى اللي هو فنان يعني كل حاجه، يعني هو عارف يعني ايه فنان. فنان؟ لا يعني هو عارف يعني ايه فنان، احنا مش عارفين يعني ايه فنان، اشرح لنا اكتر. هو يقول عارف ايه فنان؟ فنان جوه الملعب دي عارفينها كابتن سيد، بس كل حاجه. هو له يعني مصطلح دايما بيستخدمه كده كابتن سامي مصطلح الحقيقه برضه يا سامي، يعني برضه في من الحاجات اللي هي بتلاقيها قليله، بس والله يعني شهاده حق يعني سامي. يمكن من بدايه الشغل ما كنتش انا شغال معاهم في البدايه، لكن كان اختيار موفق جدا من لجنه الكوره، وانا بعتبره واحد من الهدايا اللي موجوده يعني، سواء مع النادي الاهلي او ربنا يعني يكرمه في مشواره بعد كده التدريبي ويبقى مدير فني على اعلى مستويين. صحيح كابتن سامي، اصعب من وجهه نظرك اصعب مواقف او اصعب مفترق طرق او اصعب مطب حسيت انه بيواجه فريق نادي الاهلي في الموسم، هو الموسم لسه ما خلصش طبعا، بس يعني لغايه اللحظه اللي حققنا فيها بطوله الدوري؟ لا يعني اعتقد الحمد لله ان احنا بدانا بشكل كويس جدا، خصوصا البدايات كان عندنا الحمد لله مباراه اداء كويس فنيا وخططيا، حتى اللعيبه كان حالتها كويسه جدا قبل فتره كورونا. أيوة. الحمد لله حققنا سلسله انتصارات كبيره جدا جدا في البدايه، ساعدنا برضو الوجود بس الغير معانا، ادى دوافع كبيره للعيبه، عمل منافسه كويسه جدا من اللعيبه، عمل فكر كويس للعيبه، اشتغل على كذا طريقه لعب بيشتغل عليها وركز فيها. واعتقد الحمد لله كان اعتقد ان احنا من بدايه الدوري الحمد لله واحنا متفوقين في كل الحاجه، سواء من ناحيه الانتصارات الحمد لله، تحقيق الاهداف من ناحيه برضو الحمد لله اقل فرقه سجلت اهداف، واعتقد الحمد لله كانت سنه مميزه جدا. اعتقد ان احنا يعني حققنا فيها جداره كل الاوقات وكل المباريات، لكن برضو الفتره اللي هي كانت صعبه بالنسبه لنا يمكن فتره بعد ما الكابتن كان بيتكلم شويه اللي هي بعد فتره بعد كورونا. طبعا فتره كبيره جدا جدا بالنسبه لنا، واعتقد كل الفرق كده وكل الدوريات في العالم عانوا منها، فرق كبيره زي برشلونه عانت منها وفرق كبيره زي ليفربول حتى لما رجع عاني منها. فاعتقد كانت صعبه شويه، لكن الحمد لله احنا بدانا الحمد لله تدريجيا ان احنا نخش في الناحيه البدنيه الحمد لله، بقينا نشتغل كويس. يمكن بقى صحيح من شويه حاجات فنيه او رجوع الناس لحد ما نكتمل بقى ان شاء الله. ان شاء الله والاهلي يكون جاهز بقوته الضربه ان شاء الله باذن الله في قبل النهائي. بشكرك شكرا جزيلا، ومره ثانيه مبارك لك كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي.